ورحمة الله وبركاته. شباب شلونكم؟ والله يعطيكم العافية، والله يمسيكم بأنوار النبي. يا شباب، بفيديو جديد واليوم بشرح جديد وبفيديو جديد، واليوم إن شاء الله معنا بهالفيديو موضوع كتير مهم وموضوع كتير سألوني عليه الناس. بس بعتذر، يعني لحد طلعت بالتعليقات على الأشخاص اللي قالوا لي على الفيديو هاد، ضيعته ما شاء الله من كثر التعليقات الجميلة بتاع اللي قالوا لي. الله يعطيكم ألف عافية. فاليوم موضوعنا يا شباب عبارة هو عن كيفية تخفيض الميداليات او نقاط الانتصار. انتوا شو بتحبوا تقولوا لها تقولوا لها، يعني نقاط الانتصار او الميداليات شو ننخفضهم. يعني طبعا يا شباب هالمشكلة بتواجه كتير للمستويات الضعيفة، مثلا المدمنين على البوم بيتش. المستويات الضعيفة يا شباب مين هنن؟ المستويات الضعيفة هنن مثلا مستوى 40 50، بتلاقيه 24 ساعة البوم بيتش عم بهجم 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 بهجم، بالأخير ميدالياته بترتفع وما بيعرف شلون بده يخفضهم. طيب، كتير عرض علي هالأسئلة، أنا شلون ننخفض الميداليات؟ طبعا في كذا طريقة، طريقات بجوز ما حدا يعرفها وطريقة أنا جربتها يعني. بس طبعا كنت أنا كتير متلافي هالشغلة، كنت كتير أحاول إني ما أرفع ميدالياتي. ليش؟ مشان أكمل بالفيديوهات وأكمل برضي. على كل حال شباب، خلينا نحكي بشرح مفصل بالشرح، خلينا نبدأ بالشرح شباب. طبعا شباب، اول شغله انت كلاعب بوم بيتش عندك، هي اول شغله اعطيك حل مره يرضيك ولا يعجبك، انه هو تقلل لعب البوم بيتش. يعني اليوم انا 24 ساعه 24 ساعه بيرك عم بلعب على البوم بيتش 24 ساعه. مثلا جيت عم بهجم 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 بهجم، جمعت رفعت رفعت ميداليات رفعت ميداليات، مثلا بحكي على المستوى ال 40 و 45، هدول اكثر شيء عم بواجهه مشكله. عم بهجم هجمت هجمت هجمت، وصل ميدالياتي مثلا ل 300 ولا 350، وصلت لمرحله بدي احدث، مثلا بدي احدث تحديث، جيت لهالتحديث هاد عم بطلع المستويات، انا مستوي 45 عم بطلع لي 50 52 53، ما عم بحسن بهجوم. شلون بدي اجيب موارد؟ شلون بدي اهجم؟ ما عم بحسن. ومشكله ما هي بارض ارضين، المشكله بكل الاراضي. انا اليوم اذا بدي اهجم على الارض، لا اما بدي اهجم بالدبابات واخسر دبابه دبابتين، لا اما بدي اهجم بالمفتول عضلات والزوكا بدي يروح كل الجنود. يعني اذا كل ارض بدي اعبي لها جنود خاصه فيها، انا هيك يعني بكون اكل معي وقت كتير كتير. يعني بتعرفوا مثل ما بتعرفوا انتوا، يعني القارب لما يتعبى بالزوكا، الزوكا اكتر بتاكل وقت اكتر من مفتول عضلات، يعني بياكل وقت كتير كتير بشكل عام. يعني خلينا نحكي، فلذلك بلاقوا صعوبة كتير. بقولوا لي شلون ننزل ميداليات؟ انت بالاصل هذا الخطأ اللي اخطأته، انك رفعت ميدالياتك كتير كتير. تنزيلهم شباب تنزيلهم صعب، يعني لا تفكروا اني اقول لكم والله اعطيكم طريقة والله تنزل لك 10 ميداليات والله في اليوم ولا، وما بتحسن. يعني بدي اعطيكم طرق بدكم تنزلوا ميداليات على المدى الطويل. قلت لكم اول شغلة بدك تنزل ميدالياتك فيها انك ما تلعب البوم بيتش كتير، يعني تخفف لعبك على البوم بيتش. بس تدخل على البوم بيتش عندك تحديث، مثلا تحديث مدفع مع تحديث قناص تحديث هاون، تدخل بتجمع موارد على قده، ما بتضل 24. في عالم بتهجم على الفاضي والملان، لازم موارد ولا ما لازم موارد، طلع بهجم بهجم بهجم. ايش بقول؟ بقول بدي اجيب كريستالات اكثر، بدي اجيب ضخات اكثر. ايه بدك تجيب ضخات اكثر كريستالات اكثر، بس صار مستواك 55، بس صار مستواك 56 57، بس طف مستواك فوق ال 50 هجوم 24 ساعة. ليش؟ يعني بصير عندك حارقة، بصير عندك الوريو 19 18، بصير عندك الحارقة 8 9، يعني بصير عندك هذا ما بتستخدم هدول اثنين، بصير عندك الدبابة ليفل 15، يعني بصير عندك ما بهمك. يعني هلا انا مثلا بعد ما طفيت 50 وعندي صارت حارقة 9، ما وصلت الحارقة عندي ل 56 بعد ما صار عندي حارقة، مو بيهمني، يعني ما بهمني بشكل. يعني بدخل على الارض اذا تكون مو 60 تكون 69، بوصل باخذها وبكل رياحة. يعني فهمتوا علي شباب؟ فلذلك انت بهالفترة هاي ايش بدك تساوي؟ انا بنصيحة كنصيحة مني، ما عليك غير تفتح حساب تاني. يعني المدمن على البوم بيتش يفتح حساب تاني، يتسلى بالحساب، يأثر بحسابك، يا تدخل مثل ما قلت لك ارفع ميدالياتك، عفوا ارفع مواردك على قد التحديث اللي تحدثه، لا تهجم على الفاضي الملان. رفعت على التحديثات، مثلا عندي هاون بده كذا كذا، اخذت هالموارد كلياتها جمعتهم حدثتهم طلعت من اللعبه، عيف معك شويه موارد مثلا، هاي اول شغله طلعت منها، ما تهجم على الفاضي الملان. هون ايش بصير؟ عندك اللي سيرفر عم
بفتح لك اراضي، بفتح لك اراضي، بفتح لك اراضي، تروح كل الاراضي، هجوم على اراضي الجزر مثل هي. شايفين شباب هاي الاراضي؟ اراضي الجزر، طبعا مو مثل هي، هاي صعبة كتير يعني. اراضي الجزر ما تهجم على اراضي اللاعبين. وطبعا نحن بشكل عام نعرف ان اراضي الجزر بطلع بشكل اكتر من انه يطلع اراضي اللاعبين. فهجوم على اراضي الجزر، ايه طب بتقولي هون ايش الافادة كمان عم باخذ ميداليات؟ اعطيك ايش الافادة؟ ما بقول لك معلومة الا اقنعك. اليوم انا عم بهجم على اراضي الجزر، ايش بيعطيني ميدالية؟ مثلا هجمت على 5 اراضي، 6 اراضي، 7 اراضي، بدي فلان موارد. هلا بحكي لك اني اذا انت ما بدك موارد، ايوه فتحت خصم، الله اكبر مو انا عايز نحكي. هجمت على 5 اراضي، مثلا بدك تجمع صندوق، بس جمعت 5 ميداليات، عرفت عندك موارد، يعني شان ايش؟ شان تغري فيون المهاجم، ايوه بتشيل قاعدتك بتحطه قدام القاعدة، بتشيلها بتحطها قدام، بعدين بتهجم هدول أراضي الجزر حصرا، أخذت منه 5 ميداليات، لتاني يوم بيرجع يفتح لك فيهم أراضي 5 ميداليات، هيك أنت ما بتطلع، يعني ما بتطلع، يعني كل يوم هجمت على 5 أراضي بيطلع لك بدالهم 5، هجمت 5 بيطلع لك 5، هجمت على 10 بيطلع لك بدالهم 10 مثلا يعني، أيوة. فهون ميدالياتك ما بترتفع، ما بتطلع، أيوة. هاي أنت هون ثبت ميدالياتك، ميدالياتك لا خليتهم يطلعوا ولا ينزلوا، ثبتهم، اعطيتهم حد معين تثبيت، ايوه. هلا انا شو بدي انزل؟ ثبت انا شو بدي انزل؟ بحط قاعدتي قدام، حطيت قاعدتي قدام، كل ما انا هجمت على اراضي موارد، هجمت على اراضي موارد، خلينا نفتح شيء ارض نشوفها، هجمت على اراضي موارد، اخذت الموارد اللي بدي اياها وزياده شوي اغراء للمهاجم، بهجم على الخصم، بهجم علي بياخذ الارض. كل بشاف عندي موارد بهجم ياخذ الارض، بهجم ياخذ الارض. هون انا ثبتت الميداليات وبنفس الوقت عم بنزلهم، يعني بضرب عصفورين مثل ما بنقول نحن، بضرب مثل ما بنقول مثلنا يعني، بضرب عصفورين بحجر واحد، ثبتت ميدالياتي ونزلتهم. طبعا شباب هي بدها على المدى الطويل، يعني ما يجي واحد يقول لي ايه طريقتك ما نجحت، بدك على المدى الطويل. انت اليوم ضليت 24 ساعة بتهجم، هلا بتيجي على المدى الطويل، يعني بجوز ياخذ معك 10 ايام 15 يوم لحتى ينزل. يعني انا هلا مستواي صارت 58 رأسي في 60 ولسه ميدالياتي 400، شو عفوا ميدالياتي 524، ما عم بطلع شباب صدقا، ما عم بطلع، بطلع على 30 35، برجع بنزل، بطلع مثبتهم، ما بدي يطلعوا اكثر من هيك ولا ينزلوا اكثر من هيك. اول شغله ليش؟ اول شغله مشان اسوي فيديوهات، هي اول شغله. ثاني شغله هذا الحساب للقناه ما بحسن بحدث فيه تحديث اذا ما كان له فيديو، يعني وانا مثبت ميدالياتي، بس طلعوا ميداليات وجيني يعني اكثر، يعني مستويات اعلى مني، ما احسن هجم عليه، ولو حكي في حلقه ليش بدي اضخ لحتى احسن هجم. هلا عم بهجم بدون ضخ الحمد لله، بكره اذا رفعت ميدالياتي فلذلك بدي اضخ لحتى احسن هجم. فانا بغنى عن هالشيء هذا كله، ايش بساوي؟ طبعا هذا هلا اللي يقول لي شباب هذا الدكتور القديم، طبعا هذا الدكتور القديم، ها اليوم في جيري هارد، والفيديو اليوم عرضته، بكره اليوم صورته وبكره بدي اعرضه، يعني عشان ما حدا يجي يقول لي ليش انت عم تعرضنا في جيري هاد، ليش انا بجهز الفيديو قبل بنهار بسوي له مونتاج حلو بعدين بعرضه لنهار تاني يوم. نرجع موضوعنا شباب، فلذلك يا شباب انت اليوم بدك تثبت ميدالياتك، قلت لك بالطريقه تهجر على اراضي الجزر بس ثبتهم، نجحت معك طريقه تثبيت ما بقى يطلع ولا ينزلوا، كويس، تحط قاعدتك من قدام، قاعدتك من قدام ما في غير هالحل، لا حدا يجي خرافيات وكل واحد من الناس يجي خياله يقول لي شغله، ما في غير هالحال شباب. على المدى الطويل ثبت ميداليات وتنزل ميداليات، ما عندك غير هالحال، تحط قاعدتك من قدام. في بعض الاشخاص اللي وردتني ايش قالوا لي، حطينا قاعدتنا قدام ما حدا هجم علينا، اكيد ما حدا يهجم عليك، مو تحط لي قاعدتك قدام وتسكر لي 10 ايام حسابك، لا كل يوم تفتحوا، يوميا تفتحوا، اكثر شيء المساء تفتحوا. ليش؟ يعني اكثر اللاعبين ان احنا بنهجم عليهم وبنحط بحث او بنحط تغيير خصم بيطلعنا لاعبين متصلة. هون بنكتشف شغلة ان اللاعبين المتصلين بكشفهم للسيرفر، يعني الكمبيوتر اللي عبعرض عم بكشف لك لاعبين، هو اللي بكشف المتصلين، ما بكشف غير متصلين، غير متصلين يعني هدول صاروا اعضاء ميتين، يعني ما بكشفهم ابدا. طيب احسن ما بفرجيكم اعادات، خلينا نهجم. فلذلك انت تكون متصل، يعني تتصل في اراضي، بدك تتصل تهجم، تجمع الصندوق كل يوم، يعني حرام اقل شيء صندوق جمعه، يعني حرام انك ما تجمع الصندوق، فجمع الصندوق كل يوم مشان تحسن تجمع الموارد اللي بدك اياها القليله. بس جمعت شباب الموارد هذول،
اتصلت انت، جمعت الموارد لتغري الخصم انك يهجم عليك. يعني اكيد الخصم اذا اجى ما شاف موارد عندك اكيد ما راح يهجم عليك، ما راح يهجم، بدي احط فورا عن تهديد تبديل تبديل. لا تيجي تقول لي ايه ما حدا بيهجم على الحيط، قاعدتي قدام ما حدا بيهجم. بدك يهجموا عليك تفتح وتجمع موارد على قدك، يعني ما تجمع موارد كثيرة. طبعا هالارض سهلة بس عنده اثنين يا ساخين ما بدنا نهجم عليه، فخلينا نشوف اراضي وعم ندردش يعني. فلذلك يا شباب مثل ما قلت لكم، بدك تجمع موارد، بدك تجمع الموارد لشيء شخص يهجم عليك. بس هالشخص شاف عندك موارد وشاف قاعدتك اول شيء بهجم عليك بكيف، ولوخ الله يكتم امثالك، ما نحن نقول للعالم الله يكتم امثالهم. هي شغله ان شاء الله ما اكون انا عم بنسى شيء ابدا. سب تثبيت الميداليات، رفع الميداليات كويس. هي واحد والله ارض صعبه شوي، هي نعمل شوك هون. طيب بننزل تاني، نزلناها يعني ارض صعبه شوي. شباب بس ثبت ميدالياتك، ثبت الميداليات بصير تقدر تنزلهم على المدى الطويل ان شاء الله طريقه مضمونه تريليون بتريليون ان ميدالياتك بدهم ينزلوا ان شاء الله. والطريقه اللي انا عم بسويها ما قلت لكم، انا بهجم على قدي، ما لي هيك الهم الميداليات، يعني مثبتهم، انا مثبتهم من زمان يعني من 3 4 شهور مثبتهم على التثبيت هي، يعني ما لي هيك الهم. اما طريقه هلا اللي عنده ميدالياته عاليه وهيك الهم اجبار بده يعمل، بده يعمل هالاستراتيجيه هي اللي عبالكم عليها. ما في غير هالطريقة وما في غير هالحل. لحد يقول لي في غير هالحل، ما في، كله خزعبلات وكذب ومن هالحكي هذا. طبعا ما حدا شرح غير، ما في غير كني انا وبلاك اك. بوجه له تحية اخي محمد، بوجه له تحية كتير كتير كبيرة، شرح الموضوع هذا. ما حدا اصلا بدعم الموبيتش قدي قد بلاك اك، هو اقدم مني بكتير على الموبيتش، ما حدا يجي يقول لي والله انت هو اقدم منك، اكيد هو اقدم مني. فيا شباب مثل ما قلت لكم، ماكو شايفين ميداليات ايش قدنا 526، هلا برفعه ل 35 برجع بنزل برفعه هيك. والله شوفوا ميدالياتي، طلعوا ادخلوا على قناتي، شوفوا ميداليات من شهر، شوفوا ميدالياتي وطلعوا. هلا نفس الشيء، ما بدي ارفع، انا ما بدي ارفع، وبدي ارفع بحسن برفع، واللي بده طريقه رفع الميداليات يقول لي كمان بنزل له طريقه شلون. طبعا يا شباب خلونا نراجع المعلومات حطيتكم اياهم. واحد، بدك ما تهجم الا على الموارد اللي بدك اياها، يعني عندك هاد مثلا، طبعا ما هذا، هذا بده خير الله 4 ملايين 4 ملايين 3 5 ملايين، تهجم على قده. بس هجمت على قده ما في، ما بقى 5 ملايين، بحكي على الموارد اللي عندك مثلا، هجمت على قد اللي عندك حدثت بس ما رفعت. تهجم تاني شغله، اثنين تهجم على ارض الجزر حصرا، هجمت على 5 بده يروحوا 5 مقابلهم الكمبيوتر يفتح لك. ثلاثه، بدك تجمع موارد لتغري الخصم فيهم، يعني على أراضي الجزر بس هجوم، جمعت موارد لتغري الخصم. 5 تحط قاعدتك قدام. 6 على المدى الطويل، يعني 10 ايام 15 يوم بدك ما تفتح البوم بيتش مثل العادة، تفتحها بس كل يوم مثلا مشان السيرفر اللي يلاقيك. 6 بدك، اذا نصيحة الي، مو نصيحة لي، نصيحة مني الك، نصيحة مني الك، انك تفتح حساب تاني وتتسلى فيه. غير هالحكي ما في، لا حدا يجي يقول لي غير هالحكي. اذا حد عنده طريقه ينفعني يقول لي، قول لي في طريقه، انا بقول له تشكر فضلك. بس هي الطريقه انا بعرفها خبره سنتين على البوم بيتش، يعني غير هالطريقه ما لقيت وما في. شباب ان شاء الله يكون عجبكم الشرح، لا تنسونا من لايك من اشتراك بالقناه، يعني والله فيديوهاتي كل ما كل شيء بيلزمك عن البوم بيتش بتلاقي، تدخل على قوائم التشغيل بتلاقي كل شيء بيلزم عن البوم بيتش ان شاء الله بتلاقي عندي بالقناه. شباب لا تنسونا من دعمكم جميل وتعليقاتكم جميلة. كم أخوكم بالله محمد، تابع قناة الله زي ما فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.